وقف سيدي فين؟ لا تخليني ندوس. هيلول هيلول، واش انت بخير؟ انا بخير. شنو وقعنا؟ شكون دار هادشي؟ انا شفت واحد الراجل حدا السبيطار، وكنت شفته قبل عند بابا في المكتب، وقال باغين ينتقموا الموت ديالو فيراس. يمكن كانوا باغين يقتلوا ايلول. كنت غادي نموت كل ماشي نشأة اللي انقذني. تحرق السبيطار كله فيراس، كاع خدمتنا ضاعت منه. ايلول شوفي فيها، ما تفكري في والو، كل شيء ممكن يتعود. المهم انتي لاباس، انتي بخير، هذه هي اهم حاجه. ما تفكري في والو. انا هذا الموضوع ديال كلثوم مازال ما بغاش يدخل لي راسي يا صلاح الدين. الصراحه حتى انا مازال مصدوم بحالي بحالك. بابا كل دابا ما في خبار والو، ومن الاحسن ما يعرف والو على هذا الموضوع. سمعتيني؟ يعرف ولا ما يعرفش، انا مالي يا شيماء. دابا راه فرحان بالامير ديالو، وما بقى ليه والو يعطيه حتى بلاصتو. صافي سكت بركه. علاش نسكت يا شيماء؟ واخا وعلاش قال ليه على حسن؟ غير باش يتحنى مني ويبقى حداه ويدير ما بغى. واش متسيق هاد الهضره اللي كتقولها صلاح الدين؟ دابا تشوفي، غير صبري. صلاح الدين غتمشي معايا دابا وطلب السماحه من باباك، ولا غنقسم لك داك الراس القاصح على زوج ونتهنى منك في مره. بغاو يقتلوا ايلول السي المدير، هادشي كان مقصود. صافي غير تهدى، انا غادي نعرف لك شكون اللي من مورا هادشي، وبلا ما تعطي ايلول الافاده ديالها دابا حتى من بعد. غير سيرو، انا غادي نتكلف بكلشي، ولا عرفت شي حاجه غنتصل بك مباشره. ما تفكرش في هادشي، سير. لا لا خدك السي المدير. صاحبي غادي نتسجن، واخا هضرنا في هذا الشيء قبل وقلنا ما غنقولوها حتى حد، ولكن انا هضرت. قلت نمشي ونعترف لسمية بكل شيء. خفت ياسر يعرف الحقيقة. ديك الساعة غنكون غلطت أكبر غلط. شنو قلتي؟ عندك الحق. ماشي بزاف باش رجعتي من الموت صلاح الدين. كنت عارف كيفاش باباك كان غادي يحمق فاش شافك في هذيك الحالة. أنا رأيت من حاول رضي بابا، ولكن راه حتى حاجة ما كتعجبو. صلاح الدين بابا كيبغيك بزاف، ولكن ماشي قد فراس. علاش كتهضر بحال الدراري الصغار؟ ثقي بيا، هذا هو الواقع. الله يرضي عليك. صافي بركة، خاصنا نحلوا هذا الموضوع اليوم، وهذيك كلثوم ما غاديش تعاود تلاقى بها مره اخرى من دابا لقدام. يلا زيد قدامي تحرك. اوف، سي ابراهيم انا غادي نمشي بحالي لما كنتي باغي والو. لا والو. سلامة. لالا سمية. كنقول مع راسي نمشي نسلم راسي للبوليس ونقول لهم انا اللي قتلت. اشنو بان لك في هادشي؟ في الصراحة هادشي كيرجع لك انت. قلت لي هادشي كيرجع لك. توحشت بزاف ولدي حسن مسكين. اي يا ربي الحبيب ترجع لي ولدي. سمية دابا ما مسالياش، مشغوله مع موت راجلها. الله اعلم شكون مقابلك ولدي. واش بغيتي شي حاجه لالا؟ عفاك واش ما عرفاش وقتاش غادي ترجع مدام اليسا؟ ما عرفتش لالا، شي مرات كتعطل في السبيطار وما كتجي حتى كتسالي الخدمه. الله يبشرك بالخير. صافي سيري، ما بغيت والو. شكرا. لا ما غاديش نزيد نسكت على حقي اكثر من هكا. ديما كيضغطوا عليا ومن بعد كيقولوا لي علاش درتي هكا. انا غنوريكم.
الو سياده النائب، انا باغيه نشكي بالسي بحري اومان حيت خدا ليا ولدي. مدام ايلول، شنو واقع؟ شنو غادي يوقع اكثر من اللي وقع سميه؟ بارك علينا غير هاد المصايب هادي. حرقوا السبيطار كامل. كيفاش؟ هادو باينه باغيين ينتقموا. كانوا باغيين نعطيهم الملفات اللي عندي ومن بعد اتصلوا باش يهددوني، وهذا قليل الحياه ديال فؤاد كان كيتسناني نجي عنده. فين هادشي وامتى؟ كيتسناني غدا في الصباح. خلينا نمشيو عندهم ونوريهم اش كيسواو. سي بحري بلا ما تمشي انت هاد المره، خليني نمشي عندهم انا، وكان وعدك باللي غادي ننتقم من الناس اللي بغاو ياديو ايلول اليوم. خليني نمشي في بلاصتك عفاك. حتى انا غادي نمشي معك فراس. بلا ما تصدع راسك انت، غادي نمشي بوحدي. واخا على خاطرك اخويا. الا كنتي بصح غادي تنتقم ليا من اللي بغى يقتل ليا بنتي وتوفي بالوعد ديالك، غادي نخليك تمشي. غرت الناس يا بحري. مس الخير عليكم كاملين. شوفوا شكون جبت لكم معايا. علاش درتي هادشي يا مدام نزهات؟ شوفوا السؤال اللي كيسولني، قال لك على ود الفلوس. لما في خباركش على ود الفلوس، علاش غندير هادشي كامل في نظرك؟ زعما ما حسيتي من جهتي حتى بشي حاجه نزهات؟ سي الله يرد بك وشفك بعد ما يتصبغى. واش ما لقيت شكون نبغي انا؟ هادشي اللي كان ناقصني غير نبغيك انت، وحتى الفلوس ما عندكش بحال الناس. شت فهمنا، بركه من الهضره. عمي جعفر حقك غادي يرجع لك، انا غادي ناخذها دابا للنيابه العامه. لا بلا ما تمشي يا بنتي، انا سمحت ليها وما بقيتش باغي نشكي بها. علاش ما بغيتيش تشكي بها عمي؟ ما بغيتش وصافي. ولكن الفلوس ما غاديش يرجعوا لك بنتي. ما بغيتهاش تدخل في اخر عمرها للحبس بسببي انا، سواء ظريفه ولا خيبه. دابا رجعت من المعارف ديالنا، والفلوس اللي خدات سمحت لها فيهم الى يوم الدين. واش متاكد؟ متاكده بنتي. واخا هكاك خاصها تدوز قدام نائب العام، هو غادي يقرر شنو يدير معاها. يا ربي كيفاش رجعت قلوب الناس هكا ما فيها رحمة؟ ما بقيت فاهم والو. بلي هذاك الشيء اللي درت ما كاينش شي اب اللي يقدر يسمح لولده عليه، ولكن جيت عندك حتى لهنا برجلي باش تسمح لي وتعطيني فرصة اخرى الا بغيتي. خلينا نفترضوا اسيدي بلي انا سمحت لك كيف ديما، ونسيت ديك الكذبة اللي كذبتي علينا كاملين ورجعتي. واش في نظرك غادي تسمح لك مدام إليسا؟ أنا جيت باش نعتذر منها حتى هي، وكنتمنى تسمح لي على الهضرة اللي قلت فاش كنت معصب. واش غادي تعتذر من فراس حتى هو ولا لا؟ وعلاش غادي نعتذر منه بالسلامه؟ حيت غلطتي في حقه حتى هو، وغادي تبقى دير غير داكشي اللي كيقول لك. بابا واش كتضحك عليا ولا كتهضر بصح؟ علاش غنسمع ليه هضرته بالسلامه؟ راه انا اللي ولدك يا بابا، واش نسيتي؟ واش كيعجبكم تدلوا الواحد لهالدرجة؟ جيت وطلبت السماحة، شنو بغيتو كثر؟ قلت لك اسمح لي دير كيف ما كيديروا الآباء. صلاح الدين، شنو بغيتو كثر بناقص من هادشي؟
سمعت هدرتك وجيت معاك وشوفي شنو وقع. خرجوا ابراهيم عليا من هنا. رجع معايا عفاك. بعد يديك حسن ليك. مازال غتعرف واش كان سوا. غادي تندموا على هادشي اللي درتو بالاخص انت فراس. غادي تعرف شكون هو صلاح الدين. غادي نتعرفوا كاملين شكون انا. بابا علاش قلتي لصلاح يسمع الهضره ديال فراس من دابا الفوق؟ ايلول واش اتفقتوا عاوتاني على شي حاجه بالاخباري ولا شنو؟ ايه اتفقنا. شنو ناويين ديروا بالسلامه؟ واش عارفين شنو درتوا دابا ولا لا؟ خليتوا صلاح الدين يحقد عليكم بجوج. بابا قول لي علاش ناوي هاد المره؟ ها واش ما خفتيش هادشي يخلي ولدك الواحد يتقلب ضدك اليوم ولا غدا ويوقف في وجهك؟ ايلول بركه من الهضره الخاويه. واش باغي تخليهم يتقاتلوا هو وفراس ولا شنو؟ برافو عليك، برافو عليك بابا. فين غادي يا ايلول؟ Thank you.
جيت عندك عاوتاني غير سمحي لي. دخل مالك؟ شنو وقع عاوتاني؟ انا خايف بزاف ايلول. مالك اش كاين؟ هادشي ما كيبشرش بالخير غير الله يستر وصافي. بغيت نعرف شكون فيكم اللي سيفط رجالو باش يحرقوا السبيطار فين كتخدم ايلول. واش مناوين شضر ولا شنو؟ ها؟ انا دابا درت العليا. اللي حرق السبيطار غادي يدفع الثمن، وانتوما اللي غادي تحملوا النتائج ماشي حنا. واش بحري خاف على راسو؟ داكشي لا صيفطكم نتوما في بلاصتو. واش مازال ما بغيتوش تفهموا باللي السي بحري ما كيخافش من واحدين بحالكم؟ نتوما ما كتحشموش. وما تنساوش السي فراس اللي قدامكم كيتعتبر في مقام ولدو. علاش؟ واش السي صلاح الدين ماشي ولدو ولا كيفاش؟ كليكم تفضلوا. كيفاش صلاح الدين خويا اتفق مع الاعداء ديال بابا؟ وقال الرجال ديال بابا لقاو صلاح الدين خوك وضحكوا عليه بجوج كلمات، وخوك قبل باش ينتقم منكم ولا شي حاجه بحال هكا. مستحيل هادشي، ما يمكنش يخون بابا. هادشي اللي سمعت انا وجيت قلتو لك ايلول. غادي ينوض صداع وتاني من واحد جهه كاين خوك ومن جهه اخرى كاين خويا انا. غادي يقتلوا بعضياتهم ويعلم الله شنو يقدر يوقع عاوتاني ايلول الا ما لقيناش حل دغيا. واحد فيهم غادي يموت. قالوا سي بحري معاك فؤاد، اتصلت بك على ود الملفات اللي خديتي من المكتب ديال عادل توبال. الملفات باقيين عندي، بغيتهم يكونوا عندي غدا ولا ما غاديش يعجبك الحال السي بحري. واش سمعتيني؟ لقيتيني ما عنديش الخاطر باش نقتل شي واحد اليوم، داكشي علاش غادي ندير راسي ما سمعتكش. اللي عجبك، حيت انا درت اللي عليا وحضرتك. صلاح الدين رجع في صفنا، دابا صافي بقى لنا غير السي فراس. وشنو غنديروا؟ غادي تهجموا على ايلول. ماشي داكشي اللي فهمتو، انتم غادي تحرقوا السبيطار وانا غادي نقضها. ما فهمتش شنو بغيتي تقول. ما عندك ما تفهمها فؤاد، دير غير داكشي اللي قلت لك وصافي. قال لك حنا غادي نهجموا على ايلول ونستغلوا الغيره اللي بين فراس وصلاح الدين باش ينوض صداع بيناتهم. شنو اللي ما فهمتيش؟ غير بشويه عليها احسان، انا ما بغيتش الناس كامله تعرف فاش كنفكر. انا الهدف ديالي الناس تبغيني وتقدرني. انا خايف لا شي واحد يموت فيهم مع ايلول غير الله يستر وصافي. كاين ولدي في هالدار سيدي. سلام مدام سونيا، ياك لاباس؟ مالك؟ من دابا الفوق اللي عنده شي مشكل مع هاد الناس اللي جالسين خاصو يجي عندي انا ماشي عندهم. واش اتفقنا؟
الهضرة ديالك واضحة مزيان أسيدهم صلاح الدين. السيدة قدمت شكاية بكم، قالت بلي ولدها عندكم وما بغيتوش تعطيوه ليها. واش مازال ما بغيتيش تحشمي يا سونيا؟ على شنو درت؟ واش خليتوا ليا شي حل اخر؟ انا ما خليت ما درت غير باش نولد ولدي حسن، سمحت في كل شيء على ودو، وبسبب وصلت انا لهاد الحاله. حتى انا ما كنتش باغيه نوصل لهاد الشيء، ولكن ما خليتوا ليا حتى حل اخر. سي بحري خلينا نديرو خدمتنا الله يخليك. سمعي يا سونيا، انت خرجتي على راسك، ما تزيديش تخرجي على داك الولد. عمي بحري، حسن محتاج ماما حداه، ومستعدة ندير أي حاجة على ودو. تبعيني نهضر معك شوية. كيفاش قدر صلاح الدين يدير شي حاجة بحال هكا؟ كيفاش قدر يوقف في وجه بابا؟ فراس، زعما بسبب فراس كيشوف فراس خدا ليه بلاصتو، وباللي خسرت الثقة ديال باباك بسببه. مصيبة هادي، فكري فيها شوية. علاش خرج صلاح الدين من الدار في نظارك؟ بغيت نقول علاش طردوا باباك؟ على حقاش كذب علينا كاملين. واخا مزيان، شكون اللي قالها لباباك؟ فراس هو اللي قالها لي. اسمع ايلول، خاصنا نديرو شي حاجة. انا عارفة شنو خاصني ندير. فين غادية؟ غادية لعند بابا. تسنيني انا غادي نمشي معاك. غتندمي بزاف على هادشي اللي كديري. ما نقدرش نخليه لكم من بعد هادشي كامل اللي وقع. كون غير جيتي بوحدك وهدرتي بحالك بحال الناس، واش ماشي عيب عليك تجيبي لينا البوليس حتى للدار سونيا؟ واش حسب ليك انا عجباني نعيش في زناقي مدلوله امام اليسا؟ انا عارفه راسي غلط، وما عمرني نكرت هادشي، وكنعترف بالذنب ديالي، ولكن اسمح لي يا عمي، ما نقدرش نفرط في ولدي. اشنو قررتي ديري يا لالا؟ شوفي يا سونيا، انت اللي غادي تحملي العواقب ديال قرارك. انا عارفه باللي خسرت كل شيء، وما كنتش باغيه نوصل لهاد الدرجه. لالا واش غتشكي بيهم؟ لا سيدي. ولدي الحبيب، ولدي الحبيب ديالي، هاني جيت يا ماما، هاني جيت. الكبيده ديال ماما، ما غاديش نعاود نسمح فيك ولدي، ما كاينش اللي غادي يقدر يفرقنا من دابا الفوق. صافي يا ولدي، ما تبكيش. هذا واش حماق ولا شنو وقع ليه بالضبط؟ حتى انا ما فهمتش فين باغي يوصل صلاح الدين بهاد التصرفات. المشكل اللي عنده معايا انا، ماشي معاكم انتوما. يلا كان عندك مشكل معاه حلو انت وياه بيناتكم فراس، ولكن ماشي لدرجه تخون السي بحري. فراس دابا كيفاش غادي نقولوا للسي بحري؟ غادي تجي سكته قلبيه. شي معنى بغيت نسولك، علاش ما تهضريش انت مع السي بحري؟ ما بقى عندي ما ندير يا زهير، هادشي اللي وقع دابا ما خلى ليا ما نقول. دابا الحل الوحيد لهاد المصيبه هو يحني راسو ويجي يعتذر من باباه. عندها الحق، هاد المرة صلاح الدين ما دار فيها ما يصلح زهير. خاصنا نلقاو ضروري شي حل اخر، نضرو من بعد، خليونا نمشيو دابا. يا ربي علاش ما بغيش يحل علينا عمي جعفر؟ عاود صوني عليها يا سير. شحال خاصني نصوني باش يسمعني؟ واخا انا غادي نصوني مرة اخرى. في الدار ديالو؟ لا ما عنده فين يمشي. يلا هادي شي نص ساعه باش سمعش وطالع في الدروج، انا راني متاكد. وقيلا مكباش من بعد داكشي اللي وقع ليه مع مدام نزاهات. ما كنقولوش مكباش، كنقولو مكتئب. المهم انت راك فهمتي. واش كتهضر من نيتك سنان؟ اللي بحال عمي جعفر ما يقدرش يجيه الاكتئاب، كون كان عسكري نقدروا نقولوا اه ممكن. عمي جعفر واش انت في الدار؟ عمي جعفر وقيلا غيكون خرج.
سعادة الكولونيل. عمي جعفر فيق فيق رح نجينا يلا فيق. فراس ولدي هذا انت؟ انا ماشي ولدك سيدي. يلا شوف مزيان معاك النقيب فراس كرايال تحت الامرة ديالك مستعد للتوجيهات. شنو وقع ليا؟ واش انا مت ولا شنو؟ غير قولي شنو غادي ندير انا بلا بك في الدنيا الا متي نتا عمي جعفر. ممنوع على لي كولونيل يموتوا وخصوصا هادوك اللي متقاعدين. نهائيا نهائيا. فكر فيها شويه. نفترضوا متي وجاو سكنوا فوق مني الطلبه في الدار وبقاو كيشعلوا الموسيقى بالليل وبالنهار وبقاو عليا شي داخل وشي خارج، كيفاش غادي ترجع الدار؟ الله يسمح لك ولدي فراس. واش انا عامر قلبي بالهم وباغي نقتل راسي وانت كتفكر شنو غيوقع للعماره؟ تخيل معايا باللي انت متي دابا. ايه ومن بعد ولدي في نظرك شنو غادي تكتب عليك الصحافه عمي جعفر؟ اشنو غادي تكتب؟ اكثر ما نحن بحاجه اليه خصوصا هذه الايام هو الوحده والاتحاد. لكن على الساعه 10 صباحا قام الكولونيل المتقاعد جعفر كونكران بفتح صمام الغاز المستورد من دولة أذربيجان وقرر إنهاء حياته إلى الأبد. يعتبر الكولونيل جعفر كونكران من قدماء المحاربين في الجيش التركي العظيم وموته يعد خسارة لنا. ولولا أنه نسي دفع فاتورة الغاز لشهرين متتاليين لا نعلم هل كان سينجو أم لا. كيفاش؟ ولولا تدخل موظفي شركة الغاز الذين قاموا بقطع الغاز عن بيته على الساعة 10:09 من نفس اليوم تم إفشال محاولة الانتحار التي قام بها الكولونيل المتقاعد دون وقوع أضرار جسيمة في البناية التي يقطن بها. وبعد العثور عليه مغشيا نقل على وجه السرعة إلى الأكاديمية الطبية العسكرية غولهانا لتلقي العلاج. نتمنى الشفاء العاجل للكولونيل جعفر باسمنا واسم القوات المسلحة التركية. واش عجبك هادشي عمي جعفر؟ عجبتك هذه الحالة؟ ولدي فراس واش مازال ما غادي نموت؟ كيفاش غادي نديرو بلا بك عمي جعفر الا مشيتي وخليتينا؟ انا ما غاديش نخليك تموت ونبقى انا بوحدي. عندك تعاود تفكر ديرها مره اخرى. خلينا في المهم، أنا خاصني نمشي بحالي دابا. عندي بزاف ديال الخدمة. الله يحفظكم. الصراحة بقى فيا غير ذاك الوليد مسكين، فين غادي تمشي به دابا؟ حتى باباها ما بغاهاش تجي عنده للدار. شنو كانت متوقعة من الراجل؟ حتى حاجة. صافي جيتو. واش تفهمتو مع داك فؤاد ولا لا؟ ما قدرنا نديرو والو سي بحري. وعلاش؟ شنو وقع؟ واش ما لقيتوش ولا شنو؟ لقينا حتى صلاح الدين تما سي بحري. واشنو كان كيدير تما بسلامة؟ دار يدو في يدو ما سي بحري. هددنا كاملين قدامهم وخرجنا بحالنا. فين باغي يوصل هاد الولد بالعناد ديالو؟ واش انت لاباس؟ الحمد لله انا بخير. غير كنفكر شنو غادي تكون ردة الفعل ديال بابا. ما تفكر في والو، هذه هي الدنيا سي صلاح الدين. كان خاصو يعرف القيمة ديالك. انت راجل تبارك الله عليك، الناس اللي خاصها تسمع لهضرتك ماشي العكس. واولهم باباك. ما تنساش باللي باباك اختار فراس، واش ما عارفش هادي؟ عندك الصح. اسمعني، حنا ما بغيناك تهز الهم لتا حاجة، وغادي تلقانا ديما في ظهرك، وقت ما احتاجيتينا. حنا محتاجينك سي صلاح الدين، وحتى انت محتاجنا. صافي فهمتكم. ما تخافوش من دبل الفوق مصلحتنا وحده. يلا بسلام عليكم. الله يعاون.
وعلاش ما جبتوش معاكم؟ ها؟ علاش ما هرستوش ليه راسو وجبتوه بزز منه معاكم هنا؟ كانت الامور غادي تتعقد اكثر سي بحري. كانوا رجال عادل كلهم تما. خرج صلاح الدين قدامنا على غفله، ما بقينا فاهمين والو سي بحري. حتى واحد ما توقع باللي ممكن يكون تما. تصدمنا كاملين وبقينا غير كنشوفو. كانوا باغيين يستفزوني انا، ودابا وصلوا لداكشي اللي بغاو. انا عارف كيفاش غادي نربيهم، انا عارف شنو غادي ندير لهاد قليل الحياه. شيماء سيري طلعي المكتب ديالي يا بنتي، غادي تاخذي كاع دوك الملفات ديالهم اللي كاينين تما، وسيري مباشره اعطيهم للنيابه العامه. واش هادشي ما غاديش يعقد الموضوع اكثر السي بحري؟ خليه يتعقد. واش غادي نخليهم يديروا ما بغاو ونسكت؟ كيحساب ليهم كنلعب معاهم ولا شنو؟ سي بحري ما تسرعش عافاك، خلينا نهضروا مع صلاح الدين هو الاول. نهضر مع واحد كيدير اللي فراسو. يلا هشيماء سيري ديري شنو قلت لك. يلا شيماء اتصلي بهم ونقول لهم جوج كلمات. اسمحوا لي انا غادي نخرج شويه. شكون معايا؟ الو معك شيماء، سي بحري بغى يهضر معك. تفضل السي بحري. الو اشنو بغيتي؟ غادي تندموا بزاف على هادشي اللي درتو. ما كانش خاصكم تدخلوا ولدي في هاد اللعبه ديالكم. ماشي ذنبنا الا كان ولدك عنده المشاكل معاك. واش حنا اللي ربيناه ولا انت؟ انت اللي خصك تتعامل معاه مزيان. واش انت اللي غادي تعلمني التربيه؟ علاش اتصلتي بيا دابا؟ هضر. غادي تدخلوا الحبس كاملين انتوما كلكم. كاع الملفات غنعطيهم النيابه العامه وهي غدير خدمتها، وغادي تعرفوا كيدير اللعب مع بحري اومان. ما غاديش تقدر. ها انتوما غادي تشوفوا. شيماء جيبي الملفات. شنو قال لك؟ قال لي بحري بلي غادي يحاسبنا كاملين وغادي يعطي كاع الملفات للبوليس. كيفاش زعما؟ انتوما اللي قلتوا الا بعدنا صلاح الدين على بحري ما غادي يبقى عارف شنو يدير. السيد باغي يدخلنا للحبس. كلشي بسبب هذاك النشأت، باغي يتهنى منا حنا ماشي من بحري. كيبان لي نهضروا مع صلاح الدين وهو اللي غيلقى الحل. مادام رجع واحد منا خصو يلقى لينا الحل. سمعوني مزيان، انا اللي غادي نمشي لعندهم المره الجايه، وخليه ديك الساعه يبان قدامي لا قدر يواجهني، وغادي نشوفو واش عنده الشجاعة باش يهضر قدامي ولا حتى يتحرك. شنو وقع بابا؟ علاش معصب؟ ما كاين والو ايلول. وعلاش كان كيغوت بالسلامة؟ وغبور هادي كيدير نشأت؟ غير جيت مع ايلول وصافي. واش داكشي اللي سمعت على خويا بصح بابا؟ اشنو سمعتي؟ بلي حتى يدو في يد الرجال ديال عادل توبال. وانتي بالسلامة شكون اللي قال لك هادشي يا ايلول؟ انا فراس، انا اللي قلتها ليها. انا خايف لا توقع لك شي حاجه اخويا. صلاح الدين دارك ما بين عيني ومعول يدير شي مصيبه. الصراحه خايف يقتلك ولا شي حاجه. ماشي حتى لهذيك الدرجه سي نشأت. على هذا الحساب انت مازال كتلقى بالرجال ديال عادل. ماشي هذا هو الموضوع ديالنا بابا. شنو هو الحل دابا؟ قلتي بلي هادشي ما غاديش يوقع وها هو وقع، شنو غادي نديرو دابا؟ غير قولي لي يا ابنتي، واش حنا اللي غلطنا في حقه في خبار المصيبه اللي دارت سونيا مورا ظهرو ساكت عليها؟ علاش ما قالهاش؟ واش نسكت؟ ما قلتش ليك تسكت، عندك الحق. واخا تقلق من باباك، ما كانش عليه يمشي يتفق مع الاعداء ديالنا ايلول. ياك الاعداء ديالكم؟ زعما بغيت نقول الاعداء ديال باباك. انتم كتعرفوا مزيان صلاح الدين وكتعرفوا عيبه، كيتعاند بزاف، ودابا ملي لقى رجال عادل عطاوه قيمه وقدروه صافي رجع معاهم حيت داكشي اللي بغا هو. مدام ايلول، واش حنا ما كناش عاطينو قيمه وحاطينو فوق راسنا زعما؟ زهير صلاح الدين ما عندوش مشكل معاكم انتم، المشكل اللي عنده عنده مع بابا، هو باغي بابا اللي يقدرو. بقى فيا الحال بزاف، هادوك الرجال ديال عادل ماشي ساهلين في راس، وخاصنا ضروري نبعدو صلاح الدين عليهم في اقرب وقت. كيفاش ما عرفتش؟ سي بحري هو المشكل عنده معايا انا، اتصل به انت وهضر معاه عافاك. بابا واخا يعرف فراس ما يعاودش يجي مره اخرى لهاد الدار، المهم يتحل هاد المشكل. وعلاش ما يجيش؟ واش غنتصرف في داري كيف ما بغى؟ سي بحري اتصل به، هذاك راه ولدك الوحيد وانت عارف باللي كيبغيك بزاف، وانا متاكد باللي غادي يكون ندمان على هادشي اللي دار. غادي يكون كيلوم راسو كيفكر فيك السي بحري. بابا اتصل به عافاك، هضر معاه غير بشويه، ما تضغطش عليه وحاول تقربو منك. الله يخليك كنطلبك يا بابا. ايلول عندها الحق، النهايه غتكون خايبه. نشأت راه حنا كنهضروا في مشاكل عائليه. الله يخليك
اشنو قلتها في راس؟ حتى انا كنت تعتبر من العائله. واش انا ماشي خوك؟ يلا ها بابا عافاك. سي بحري اتصل به. على هذا الحساب وصلوا لك الخبر؟ اشنو بغيت يا بابا؟ كيف دايره صلاح الدين؟ بخير. هي صافي وصلوا لك الخبر وعرفتي كل شيء؟ وصلني. اجي عندي دابا بغيت نهضر معك. فاش غادي نهضروا بالضبط؟ قلت لك اجي لهنا. واخا علاش؟ حيت انا راه باقي باباك وانت باقي ولدي. ما ترضاش في وجهي، كانت سنك. واخا بابا انا جاي. شنو قال لك؟ راه جاي. اوه الحمد لله ملي جات على هكا. فراس من الاحسن ملي يجي صلاح الدين ما يشوفكش هنا. عنده الحق. لا حول ولا. واخا انا غادي نمشي، غادي نكون حدا الحديقه الا بغيتوني.